الباب التاسع والستون. باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وشعف الجبال أعلاها. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل أو الموت مضانه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومضان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل.